تتواصل الإثارة الممزوجة بالترقب والتشويق مع استكمال مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث تم كشف اليوم عن متأهلي المجموعة الثالثة والرابعة. في السعودية تواجه اليوم المكسيك في التاسعة، وتعد هذه المباراة الملاذ الأخير للصقور من أجل التأهل في حال انتصر المنتخب السعودي على المنتخب المكسيكي بأي نتيجة، وتجري المباراة عند الساعة 9 مساء في حين يلتقي منتخب الأرجنتين بالمنتخب البولندي في نفس الموعد. وقد جرت مساء اليوم مباراتا المجموعة الثالثة، إذ التقى المنتخب التونسي بعدما خرج رسميا من البطولة عقب الجولة السابقة، التقى بمنتخب الديوك الفرنسية المتصدر والمرشح للفوز باللقب، وانتهت المباراة بفوز الفريق التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء، بينما فاز منتخب استراليا على الدنمارك بالنتيجة 1-0، ولذلك فقد تأهل منتخب فرنسا وأستراليا للمرحلة القادمة، بمعنى أن تونس فازت ولكن بطعم الخسارة. للحديث عن مباريات المونديال وبدء الإثارة ينضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر المدرب مجد صرصور واللاعب أمين ريان. أهلا وسهلا بكما. المدرب مجد منصور، طبعا كانت خيبة أمل بالنسبة للمنتخب التونسي يفوز، ولكنه كان مشروط بتعادل الدنمارك وأستراليا. كيف رأيت هذه المباراة؟ طبعا مساء الخير. أولا للأسف الشديد منتخب تونس كان منتخب قوي ومنظم منذ بداية البطولة، يعني شاهدنا حتى في الثلاث مباريات اللي لم يحقق فيها المنتخب التونسي النتائج المرجوة، ولكنه أظهر مستوى يدعو للفخر عن جد للمشجعين التونسيين بشكل خاص وللمشجع العربي بشكل عام. فأنا أنظر لأنه عدم توفقه في أنه يتقدم في للثمن النهائي بنظرة خيبة أمل للأسف وبألم شديد، لأنه كان يستحقه عن جد نظرا لمنتخب الدنمارك وأستراليا. منتخب الدنمارك كان أحد الفرق المرشحة يعني، لكن يخرج من البطولة بنقطة واحدة، صحيح، يعني هذا أمر يعني عجيب بالنسبة للدنمارك، وممكن هذا هو أحد الأسباب اللي شجع الناس إنها تتأمل يعني من منتخب تونس بسبب خيبة الأمل اللي صارت برضو من منتخب الدنمارك اللي أغلب لعيبته بتلعب في مستويات عالية. فللأسف خيبة أمل للمنتخب التونسي. أمير ريان، طبعا أنت تابعت المباراة، أولا دعنا نعرف هويتك، الفريق المنتخب الذي تشجعه. أنا صراحة بشجع إسبانيا. إسبانيا من زمان، من جيل إسبانيا رونالدو ولا إسبانيا توريس؟ لا، اللي حببني في منتخب إسبانيا هو يعني قدوتي بالأول هو راؤول جونزاليس من 2006، مونديال 2006، وتابعت للآن. بس اليوم بما أني مشجع ريال مدريد وأسطورة ريال مدريد طبعا كريستيانو رونالدو، فحب أنه يخلص زي بيقولوا صوفا كاريرا شلو مونديال نهاية نهاية، ولكن هو إذا ذكر هو نهاية المباريات كرة القدم، خصوصا اليوم الساعة 9 راح يلتقي ميسي وهيلتقي ليفاندوفسكي البولندية، يعني هنا ستكون المباراة بالنسبة لهم ربما آخر لقاء في كأس العالم. وميسي، كيف ترى هذه المباراة؟ ميسي خرج من عنق الزجاجة مثل ما يقولون بالفوز الأخير على المكسيك، هل سيواصل ظهوره هذه الليلة؟ مبدئيا المدربين والطاقم الفني لكلا المنتخبين اتطرقوا مؤخرا في اخر 48 ساعة لكل الصحافة انه يا جماعة الخير اعطوهم يلعبوا، انبسطوا منهم، ابتعدوا عن المقارنات بين اثنين، خلوا العالم تستمتع في الاداء اللي بيقدموه هذول الاسطورتين العايش اللي احنا قاعدين بنشوفهم اليوم، اللي هو روبرت ليفاندوفسكي البولندي وليونيل ميسي الغنيين عن التعريف طبعا. فالكل بيدعوا انه نستمتع في ادائهم، ولكن لا شك انه هذا المنتخب الاخير، الدوري الكاس الاخير بالنسبه لهم، المنافسه الاخيره. ولكن ربما كريستيانو رونالدو لعب 5 مونديالات يعني وسجل بالخمسه يعني، صحيح. يعني لماذا لا يفعل ذلك ميسي؟ ربما خصوصا انه ميسي هناك سيذهب الى الدوري الامريكي يعني سيختفي. انا اعول على اثنين راح يكون لهم بصمه جدا كبيره وقويه في مباراه الليله، يعني لا سيما انه حتى في المباريات الاولى والثانيه شفنا انه هم منتخباتهم متعلقه جدا فيهم، يعني ميسي في المباراه الاخيره سجل وجهز، ولولا وجود ميسي في منتخب الارجنتين لما راينا نتائج
حتى الآن أو 3 نقاط اللي هو جابها بنفسه، وكذلك ليفاندوفسكي أمام السعودية هو اللي سجل وهو اللي جهز، فمنتخباتهم متعلقة فيهم جدا وراح نشوف أداء جدا كبير للاثنين. أمين ريان، المنتخب السعودي لديه فرصة للتأهل طبعا، هذا متعلق به، فوز الليلة بأية نتيجة فهو في المرحلة القادمة. تابعت المنتخب السعودي أكيد. انطباعاتك عن المنتخب؟ أكيد. أول شيء كل الاحترام للمنتخب السعودي، بيقدم أداء كثير كثير، خلينا نسميه سوبر، بالتكتيكي، باللعب التكتيكي، باللعب الهجومي، بس ناقصه شوية حظ يعني، كان من العامل الهجومي. واليوم المنتخب السعودي متعلق بس بحاله يعني، إذا بيغلب بيصعد، وإذا بيخسر أو بعادل بتعلق بالأمور. أما إنه خسارة، أما إنه خسارة، مجد منصور بالنسبة للمنتخب السعودي عنده مدرب يعني صاحب تجربة الفرنسي، يعني هل تعتقد إنه اليوم سيتخطى عقبة المكسيك، خصوصاً المكسيك ليس فريقاً سهلاً؟ صحيح، أنا أعول جداً على رينارد مدرب السعودية وعلى شخصيته اللي منذ استلم تدريب الفريق وبناء هذا المشروع اللي اسمه منتخب السعودية 2022 قطر، هو استلم هاي المهمة من عدة سنوات ويعمل بشكل منظم جداً للمرة الثانية يقود السعودية للنهاية. وهي إحنا بنشوف الثمار للمنتخب السعودي، مباراة أولى ممتازة جداً أمام الأرجنتين وفوز مستحق من قدم ياسر الدوسري أو سالم الدوسري، الهدف الثاني في هدف الفوز. وفي المباراة الثانية منتخب السعودية كان يستحق 3 نقاط ولكن خرج صفر اليدين للأسف الشديد، وهي حال كرة القدم. أنا اليوم أعول جدا على منتخب السعودية المنظم الموهوب الشجاع، وهي شغلات مهمة جدا لأي فريق بشكل عام وللمنتخبات خصوصا اللي عمرها قصير جدا. يعني انت بتحكي عن 3 مباريات ما حصلتش فيها اللي حصلته انت، انهيت البطولة، فبتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي. طيب سأل أمين ريان، بالنسبة غدا ستلعب المغرب مع كندا، كندا لا أمل لها بالتأهل، 0 من النقاط، يعني المغرب منتخب المغرب قادر على انه يتأهل للمرحلة القادمة، خصوصا انه مش اول مرة يعني. إذا منتخب المغرب بيلعب بنفس الطريقة وبنفس الأداء وبنفس الروح اللي لعب فيها ضد منتخب بلجيكيا فأكيد راح يتأهل، لأنه منتخب المغرب منتخب قوي، أغلب لعيبته بيلعبوا في أوروبا، متعودين على الضغط النفسي، على اللعب السريع، وهذا اللي بقى ناقص مباراة إيران مثلاً امبارح ضد أمريكا، كان لعبهم بطيء. بس المنتخب المغربي بيلعب لعب سريع، بيلعب عنده، لكن منتخب ايران الشوط الثاني يعني كان هو الافضل يعني، يعني الشوط الثاني لكن بس وكانه فطن ان يلعب، ولكن بنلعب 90 دقيقه في كره القدم. ايران كان لعبهم جدا بطيء ببناء الهجمات، من اللي خلى المنتخب الامريكي يرجع لورا ويستعد لانه يطبق التكتيك الدفاعي ويمنع عنهم كل الهجمات من الأطراف ومن العمق. أمين، بدي أسألك سؤال، خصوصاً أنت من عشاق كريستيانو رونالدو، هل سجل برأسه أم الكرة لم تلمس رأسه؟ طلع زي ما قال أبو تريكة، أنا بصدق رونالدو، بصدقش الفيفا. أبو تريكة إذا كان رونالدو جاب في رأسه، جاب في رأسه، لأنه طريقة احتفاله بينت إنه إيش غريب في طريقة احتفاله، إنه هو احتفل وبرونو ذهب إليه ليحتفل معه، يعني أنهم متأكدين اثنين يعني، يعني هذا متأكد وهذا متأكد، ولكن التقنية العالمية حتى لو أثبتت أنه الهدف ليس لرونالدو، حتى لو مش رونالدو يعني، ربما حركته هي اللي خدعت الحارس. أكيد أكيد أكيد، الحركة اللي عملها نعالفت فيها لجوه هي عامل 80% من الجول. أكيد إذا بترجعوا لتاريخ كريستيانو رونالدو، رونالدو كل مرة بتستفزوا فيها بجاوبك على الملعب، فأنا بطمنكم المباراة القادمة كريستيانو رونالدو راح يسجل. سيلعب مع منتخب كوريا، كندا يعني رونالدو، نتحدث عن رونالدو هو مع منتخب البرتغال، سيلعب مع كوريا الجنوبية. فأنا أنا متأكد أنه رونالدو راح ينهي هذا الموضوع في أنه يسجل هذا الهدف اللي راح يكسر رقم قياسي، فموضوع وقت، ورونالدو كل وهم طبعا متأهلين لثم النهائي، فعنده مباراتين على الأقل مضمونات اللي يقدر يسجل فيها. طيب خلينا نيجي على المجموعة الأخيرة، هي المنتخب اللي يشارك في عنا البرازيل، في عنا الكاميرون وسويسرا وصربيا. منتخب البرازيل حتى الآن يقنع بالأداء، مجد منصور
في المباراة الأولى خلينا نقول، طبعا هي المباراة الأولى في بطولة مثل كأس العالم دائما إلها رهبتها وإلها ضغط على اللاعبين. خلينا نقول إنه في الشوط الثاني في المباراة الأولى أنا بحكي منتخب البرازيل أثبت نفسه وفرض شخصيته. في المباراة الثانية شهدت غياب نيمار اللي هو نجم الفريق وهو الركيزة الأساسية اللي كل شيء بتعلق فيه. سيعود نيمار في اللعبة القادمة. الأخبار بتؤكد أنه راح يعود، أنه لم ينهي البطولة. أعتقد البرازيل ما هي تأهلت، يعني ما الحاجة إلى خدمات نيمار مثل يفعل مثل ما منتخب فرنسا اليوم، بعض النجوم استراح جلسوا على دكة الاحتياط. صحيح، ولكن هذا سيف ذو حدين. من جهة أنت أرحت اللاعبين أو فقدت نيمار فعندك لعيبة تعوضهم، وطبعا يعني دكة البدلاء لمنتخب البرازيل هي لا تقل عن الـ11 اللي بيلعبوا في التشكيل الأساسي. ولكن في كرة القدم أحد الأساسيات هو الديناميكا بين اللاعبين والكيمياء بين اللاعبين، كيف منسجمين مع بعض، وهذا بيتم من خلال تواجد اللاعبين بشكل مستمر مباراة ورا مباراة. فإذا غاب لاعب أو غابوا اثنين أو غابوا ثلاث راح يختل هذا التوازن، وهذا لا يقل أهمية عن الأسماء. فسيف ذو حدين، فنتمنى طبعا التوفيق لمنتخب. أعتقد أنه أكثر نسبة منتخب تشجيعا في الوسط العربي وفي العالم العربي خلينا نقول هو منتخب البرازيل، فتمنياتنا للتوفيق للمنتخب البرازيلي. طيب في عنا غير البرتغال عندها 6 نقاط، في عنا غانا وكوريا الجنوبية والأوروغواي. الأوروغواي يعني مخيب الأمان، لعبتين نقطة واحدة فقط. صحيح، يعني منتخب هذا منتخب اللي فاز أول مرة في كأس العالم. منتخب الأوروغواي يعني أنا بتذكر الصحافي هللت وصفقت وعملوا ضجة إعلامية على موضوع عدد اللاعبين الكبار في السن اللي مشاركين في منتخب الأوروغواي، وكانوا مبسوطين إنه المنتخب يعني مستمر مع عدد من اللاعبين لفترة جدا طويلة، وهذا بيقول إنه راح يعطيهم استقرار. ولكن منشوف اليوم يعني لعيب مثل كافاني اللي هو فوق 34 سنة، لعيب مثل سواريز 36 سنة، الحارس برضو نفس الشيء، جودين، يعني عدد لاعبين اللي هم فوق 34 سنة. فقبل بداية البطولة الكل كان يعول إنه هاي اللعيبة راح تجيب الخبرة، ولكن إحنا للأسف منشوف بعد مباراتين، وأعتقد إنه منتخب الأوروغواي حظوظه جدا قليلة في إنه يتأهل، بنلاحظ إنه الجيل عمل دور سلبي ومش دور إيجابي، لأنه بالآخر الروح الشباب والطاقة اللي عند الشباب والقوة البدنية اللي موجودة عند الشباب هي تؤثر جدا في بطولة مثل كأس العالم، خصوصا بالعامل الهجومي. طبعا بيأثر الجيل بالناحية الدفاعية، لما يبقى المدافع مع خبرة بتطلبش لأزيد سرعة لأزيد قوة، بده ثبات، بده يوقف منيح على الملعب وبسد كل الثغرات. أما من الناحية الهجومية بدك سرعة، بدك ناقص نشاط، ناقص حيوية، نشاط، ناقص الضغط طبعا على الدفاع الفريق الخصيب. طيب بيضل عندنا سؤال عن مجموعتين، إسبانيا 4 نقاط وكرواتيا 4 نقاط مع المغرب، يعني هنا راح تبقى صعبة جدا بالنسبة لإسبانيا واليابان وألمانيا. ألمانيا نقطة واحدة، يعني ألمانيا أنا شاهدت مباراة إسبانيا وألمانيا، وأنا بقول إنه أخطأ بتقديري مدرب الإسباني في إنه تراجع بالشوط الثاني. ممكن انه احد الاسباب كانت يعني نزول او تدني في اللياقه البدنيه، ولكن منتخب اسبانيا كان فارد سيطرته بالطول وبالعرض امام المنتخب الالماني، وانا بقول انه المنتخب الالماني كان محظوظ جدا في اخر ربع ساعه 12 دقيقه بعد دخول ساني وباكي البدلاء، وطلعوا بشق الانفس بهاي النقطه. فالمنتخب الالماني انا اعتبره في مأزق. المباراه الاولى المنتخب الالماني كان مشغول جدا في كل ما يخص موضوع قطر وحقوق الانسان في قطر، وبلا شك انه الموضوع اثر سلبا بشكل كبير على الطاقم الفني وعلى اللاعبين، انه تركيز المنتخب لم يكون فقط على كرة القدم. في النهايه نريد توقعات عن مباراه الليله، السعوديه المكسيك، ما تتوقع؟ ان شاء الله 1-0 للسعوديه. ما تتوقع بالنسبه للسعوديه؟ 2-0 سالم البوسري الليله ليلته. وبولندا والارجنتين، هاي لعبه قويه، هاي لعبه كثير راح يبقى فيها مشاحنات، راح يبقى فيها اداء عالي سريع، الكل بده يغلب. طيب النتيجة انا بتوقع انه الارجنتين تخسر 2-1 وميسي يروح. وماجد اخير، وانا مع حبي واحترامي للاعب الكبير ليونيل ميسي اتوقع التعادل، وميسي راح ينهي المشوار هو ومنتخب الارجنتين. طيب على كل حال الجمهور لا يعجبه ذلك، فنحن نرجو النجاح للأفضل دائماً.